سلام الاولاد، معكم مستر جيمر من الشان بتاعنا بتبيع فيديو جديد توتو جديد. اليوم باش نوريكم كيفاش نعملو لوغو بار فوتوشوب سي اس 6. بتبيع اللوغو اللي عملنا قبل او نواية الفوتوشوب هي سي اس 5 بالبالي، و هذه سي اس 6. دونك اول حاجة نعملو نمشيو في شي نوفو، جينا هذي سون تيتر بريس بابي 1366 بيكسل 768 بيكسل 72 بيكسل بوس كولور في في بي ري ار في بي 8 بي و ترانسبارون. نعملو اوكي. باهي من بعد ما جبنا نحنا نختار بطبيعة شنو نبو نعملو، سيركل معنتها مربع كاري اوتيل ريكتونجل اي حاجة معناها نبوها نعملوها. انا اليوم باش نعمل سيركل، نجيو نعملو سيركل نحطوها في الوسط. باهي بعد ما عملنا سيركل نجيو كولور نعملو هكا النوار، نجيو لنا باهي هكا عشرة على عشرة. نمشيو بعدها بالغوش اوبسيون دو فيزون، نمشيو لور انتر تبيع نجيو سسبنسيون نورمال، نجيو لنا 45 باهي نجيو نعملو هكا، نحطو هاذيا 16% هكا تكون كملت اللوغ انترن. نمشيو اللوغ اكسترن كالعادة نعملو نورمال نحطو هكا كيما تشوفو عاملو نفس الوحدة كملتهم انا. باهي هكا تكون كملت. طبعا عفوا لنا غلط كفرت فيها هذايا هكا. بعد نعملو اوكي. دونك الفورم ان كملت، نجيو نبليكي لو كالك. بعد نعملو اوكي كيما تشوفو توا جاتنا هذايا اوكي. باهي سيرت تاي باهي كيما تشوفو توا نصورو فيها هذايا كبروا فيها شوية. ليه هكا ليه هكا ليه ليه نجيو بعدها الكوبي نمشيو لانت انتركسيون كولور نختار الكولور نحبو فيه هكا هكا اي هنا في البوغة خلونا هنا كهنة اوكي. طيب المرحلة الاخيرة هي نمشي والتكست تكست بطبيعة نيت هذي نبدلوها رميتين وسبعين هذي ريجولير هذي هنا نمشي نختار الاول اللي نحبوها. انا باش نختار اكسترا ب ان انستركسيون نجيو للكولور نحطو هكا سافا بي اوكي او نمشيو للتكست تبيع كان تحبو و تبدلوه. ليه نجيو نكتبو مثال مستر اكس اكس مثال هكا مستر جيمر نعملو هكا كيما تشوف نعملو هكا نعملو الكل سيغون به هكا تكون كملت. بعد كان تحب سجل تعملو في شي انجستري سو
والتلاجة ما تحبو بيه مهنا نوصل نلعب نشاط تكون عجبتكم نشاط تكون أهم حاجة استمتعتوا بها. ما تنسيوش لايك كومنتي شير وسابوني أو سبسكرايب بالله أعملوا سابوني لشيء بالله. دونك نتلقاو فيديو آخر. سلام.